ممتاز، عطونا احمد. احمد الله يصبحك بالخير. بارك الله بالنور والسور يا هلا عبد الخالق. شلونك طيب؟ خير ابشرك. اول شيء يعطيك العافيه على اللي قدمته اليوم في المطبخ امانه. بعدم وجود لا مقدم ولا شيف وشلت انت الوضع ولا معد ولا معد وطلبت اخوياك كلهم وسويت سحب برضو في الكنترول يعني حتى سحب في الكنترول كان جميل واحترافي. ايش؟ سلام كان معد؟ لا ما كان في معد معك؟ لا بعد الان غاب المقدم، ايش دخل باقي نبي؟ ليش يا وسام؟ الحمد لله المخرج معد الحمد لله المخرج موجود. معد فقرة مقادير، ليش تغيب؟ ابو علي الشيف ليش تغيب؟ ها؟ ليش يغيبون ذولا؟ هو مفلح قال يا شاب اذا انا موجود تكون موجودين، انا اغيب ما حد يحضر. طيب كان المخرج كان موجود؟ اي طبعا من اللي اخرج المخرج الشريف المخرج الشريف موجود يعني اي المخرج الشريف. طيب احمد فتحوا الكاميرات كلها احمد حبيبنا ارحب الله يعافيك. انا سبق وطلبتك في الكونفشرون قبل فتره حلو وسالتك نفس السؤال والحين اسالك سؤال مره ثانيه. ليش اذا صار عند احمد حاجه معينه الشباب كلهم ما تحسوا يتفاعلون هذاك التفاعل الكبير، واذا حد تفاعل لازم احمد يطلبهم ويعني بالله تكفون تفاعلوا معي، ايش السالفه بالضبط؟ والله شوف عبد الخالق يعني الامانه يعني احيانا بعضهم يكون ممكن تعبان، عرفت كيف؟ يعني ما تقدر تحدد، عرفت فاهم قصدي؟ يعني ما تقدر تحدد ليش وما ليش، في بعضهم تعابه وفي بعضهم يمكن اللي بينام واللي بيريح او مزاجه ايش معنى احمد العوض اذا جاي بادر في شيء ال 15 الباقيين كلهم تعبانين؟ والله شوف انا اقول لك يعني للامانه انا تكون معك صادق يعني ما دقق مره تاك التدقيق، انا من الناس ترى يا عبد الخالق اللي بكيف هم والله ما يقصرون ببعض الامور شرعوا عليهم، لكن احيانا يمكن تتصادف مبادرتي او تصادف شغلي ممكن يكون احد تعبان ممكن احد مزاجه سيء. كلهم ما شاء الله كلهم مزاجهم سيء يوم ما شاء الله مزاجهم في الظهر سيء وفي المغرب سيء وفي الليل سيء واي متى هو متى المزاج السيء؟ احمد العراض عنده مبادره يلا كله مزاج سيء كله تعبان كله احد اسباب المزاج السيء ان تكون هناك مبادره عند احمد. نعم هي من المسببات يعني زي الاخوان اللي قبل شوي لما يبارون الهلال يصير مزاجهم سيء. طبيعي افتح مايكك. وكذلك ما اسمعك صوت مبادرات احمد العوض كانها يعني الانفلونزا الموسميه، اذا اتت مبادره احمد العوض تعبوا كلهم ما شاء الله. لا وحتى في دخوليه احمد العوض علم انه كان في ظرف صار لاحمد العوض ذاك اليوم والشباب كانوا يدرون والمتسابقين كانوا يدرون لكن ما شفنا تفاعل دخوليه. كيف يا طيب كلام حقيقي احمد العوض من زملاء. ممتاز كلام نواف الحين ذكرني بحاجه فعلا انت ضايقت وزعلت على الشباب وزعلت على الاعداد وقت دخوليتك ما حد تفاعل معك. كيف تقول الحين انه والله ممكن تعبانين ممكن؟ يعني اقول لك صح ان ذاك الايام اللي كنت زي ما تكرم الاخ نواف الوقت كنت انا يعني جاي كنت صحني طالع برا لكن صار لي ظرف قوي واثر علي شويه يعني وجيت هنا طول عمره انفعلت. احمد اسلم ليش انت احد اسباب المزاج السيء لزملائك؟ والله ما تكون مزاجهم سيء. شوف يا عبد يا شوف انا اتمنى شوف انا لا نبحث عن تنبيش مشاكل لكن هذا ظاهر. لماذا يا احمد هناك عزوف من الشباب عن مبادرات احمد العوض؟ ما عندك والله مو اكشن لان شوف المنطقه الرماديه اللي انت تعيش فيها لن تحل مشكله، متى ما حس الشباب انك بالفعل متذمر على الشاشه هنا ترى يتعدلون وصارت قبل. والله شوف يا سعود انا اقول لك للامانه يعني انا من الناس هم في بعضهم يمكن يكون زي ما قلت لك في بعضهم يكون يا تعبان يا شيء يعني ما بيدقق وفي بعضهم للامانه او الاغلب او كلهم والله ما قصروا ببعض الامور لكن انت يعني انا من الناس يا سعود اللي مثلا اذا شفت سلبيه او شفت شيء ما انظر انا احيانا يطلع مني سلبيه عرفت قصدي؟ لماذا الوحيد الذي يعاتب احمد العوض؟ يعني شفنا فيه تصرف مع انه لطيف والله لا هو بكسر ولا شيء تصرف صار من كذا شهر متعاون دائما هو انا قد اعطيك السبب ما يحتاج تسال احمد العوض. احمد العوض من يعني ممكن انها افضل من 50% من الموجودين. انا اقول لكم اذا جلس في جلسه الاضواء كلها تروح لاحمد العوض. الشباب الباقيين يبغى لهم تصاميم يبغى لهم شغل، فاذا جاء احمد العوض راح التصاميم هذه لاحمد العوض ما عاد يبادرون معه ما عاد يسوون شيء يعني احمد العوض يخطف الاضواء من بقيه تكسر. صح انا من امس قايل لا شوف طيب يمكن مو في جروب معين هو بيعيش دور اني انا اللي اني انا اللي احب زملائي لا احمد لا 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 صل على النبي صل على زملائك صل على النبي دليل انهم ما يحبونك اذا سويت دخوليه ما خدموك اذا سويت تفاعل ما خدموك. لا تقولوا ما يحبونك لحظه لا تقولوا ما يحبونك كيف ترمونها على الهواء لا اعطيك مثال ليش ما يحبونه احمد العوض لطيف واذا عند احد مبادره ولا شيء هو اكثر واحد يتفاعل سني يا صراحه يعني سني ليش ما يحبونه ليه ما انت احنا نتكلم في الجواب ما يحبونه ما يتفاعلون معه في مبادرات ليه ما يحبونه لانه يخطف الاضواء. اقول لك شيء
شوف افهم نجاح زميله مو عشان في جروب معي ولا شيء لا لا يخطب الاضواء هو لا دقيقه انا اتكلم في جميع بجيك يا احمد احمد العوض جميع مبادرات جميع في جميع زملائي يحضر تلقاه متفاعل مع مبادراتهم يحاول قدم الصاعد انه ينجح مبادرات الشباب اذا تشاركوا الشباب وكانوا يد واحده في مبادره احد الزملاء اكيد راح ينجحونه لكن الوحيد اللي نشوف مبادرات احمد العوض سواء دخوليه مبادره اي شيء يسوي احمد العوض للاسف ما شفت كاتب الشباب جميعا مع احمد العوض هناك في سبب اكيد في سبب يعرف احمد العوض هو ايش رايك يا احمد لكن ما يبغى يقول خطف الاضواء انا ما ادري ايش رايك يا احمد تعبانين ولا نايمين ولا ايش شوف صلى على النبي اول شيء عليه الصلاه والسلام انا بقول لك يوم قال سعود العتيبي قال قبل شوي يقول يمكن ما يحبونك او ما تحبهم لا انا بقول لك حاجه او انك يعني تجامل او انك تقول احمد تدعي الاخوه وكذا طيب انا من الناس اللي مستحيل اني اجلس مع احد وبقلبي عليه شيء يعني مثلا لو انا شايف منك حاجه او اني ما اكن لك محبه سواء مقدم سواء متسابق سواء احد بالشارع ما اقدر اجامل واجلس معه فيعني هذا يدل على ان الاغلبيه اني ما اجلس معهم انا اكون مرتاح شخصيا ولما يمكن بدر شيء كلنا نخطي يمكن بدر شيء انا من ناحيتي على طول لا اراديا ما اترجمه بشيء سلبي فاهم قصدي يعني مثلا تكلمت علي عبد الخالق اقول ممكن عبد الخالق تكلم من باب المزح ممكن كان تعبان فعشان زي كذا اقول لك هم مثل ممكن وممكن طيب احمد بسالك سؤال واعتبره اخير يعني في مقطع شفناه لقطه صارت في احد المجالس الجميع سووا نفس التصرف يعني كانوا يمشون على احد الفرشات بجزماتهم الله يكرم كرمت لكن سيف ما عاتب الا احمد العوض لأن الحلقة الأضعف مثلاً لأن أحمد العوض غير مرغوب في وجوده في الجلسة موجود المقطع هذا يا سعود موجود يلا تنعرض أعطونا المقطع بالله أعطونا المقطع السيف مع أحمد العوض على بل ما أدورك تصريف يا أحمد يعني أشوف أنه يمربى الله يا سيف الله يا سيف جيدا على أحمد العوض ميزة سعود أنه طيب جداً شوف كيف مهد لك المحوار الله يا سعود ونعرض لك المقطع أعطونا المقطع بالله اللي طلب اللي طلب سعود العتيبي هو اللي طلب على فكره تمام تمام خلينا نشوف ما اعطونا يا شباب هو لابس زيتي ولا اي لون منه فاضيين طيب اعطونا المقطع يلا طراها الموقف ذا طلع عمر السلامه يوم تقول غلطان عند واحد انا غلطت عند واحد طلع عمر السلامه تعرف الكورة بس اكيد لو تطلع من عالك على هذا المنظف المكان توري يا عيال اسمع تذهب يا والد امسك سيف سيف امسك تعال تعال روح امسك اطلع مني اطلع مني اطلع مني امسك هذا لا تنزل قدام الراية يجيك تعال مني تعال مني احمد جي احمد عيب عليك البس 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 الحمد لله نجي من الشركة يا شيخ قل لي باحترام ما راح اشيل تقول لي بعوض والله بعوض شيل عادي خلاص شيلها ويصقها فيك عشان اخذها لحرك هنا حرق راسك شيلها حطها والله شيلها احترم المكان احترم المكان اجل يسوي الناس يشوفون تكفى يا ابو بسيط الامور زين الامور زين انت علمك معصب معصب تبي تطقك؟ لا تبي تطقك؟ امنعك من سالفتك؟ لا الامور زين ابو عوض استريح هنا والله انا باكل ابو عوض بلا شيء انا ما بسوي حتى بس ان كان بس كان تقدر تحط ضربه وراك على اساس اللي قلت نهر النيل يوم تقول المواقف هذا المقطع طلبه سعود العتيبي وشوف انه الله يسعد العتيبي السيف يعني تعامله معك مش ولا بد يعني قراءه سعود العتيبي لا ممكن صح انه يمكن يفهم بهالطريقه لكن ايش ها عجب لكن لا والله انا من ناحيتي اني ما فهمت الشيء هذا وعادي يعني زي ما تقول احمد 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 يا حبيبي احنا ندري ان من ناحيتك انك رجل لطيف وطيب القلب وتحب الجميع وتحب خذها كاش وتحب زملائك اختلافنا فين في ان زملائك متحسسين منك واضح زي ما قلت طيب خلينا نتكلم احنا فهد صل على النبي الحين انا ما اقول لك اذا تبي تنظر من ناحيه التحسس ممكن تبي تقول في بعضهم يمكن عبالها اني بقاطعه او شيء ممكن هذا يوم يقول لي يا احمد اسكت من هالكلام هذا يعني عادي بين اخوان انا منظور والمبادرات يعني التي لا يحضرونها والدخوليه التي ما حضروها واليوم يوم قدمت المطبخ ما حضروه برر ادخل في اي جروب يا اخي من الجروبات الموجوده شوف لك جروب السفينه ولا جروب شو تمشط مجنون ولا في جروب جديد من افشل الجروبات اللي مرت على برامج الواقع حق درجه ثانيه دوري مناطقهم جروب فاشل ما بينهم كيمياء لا هم ثلاثة اشخاص سمينا ابو عبد الله سمى الجروب عمية تمشط مجنونه ادخل هذا الجروب والله لا والله شوف انا الان مع جروب انا الان مع جروب انا هنا محترف انت تدخل محت اعاره على الاقل اعاره عشان شوف اسمع اسمع رد احمد اسمع رد انا بقول لك انا هنا اتكلم عني انا احمد شخصيا بما انسى انا والله العظيم اني مع جروب كامل هنا
هذا منظوري. إذا بدأ كذا عشان كذا هو قروب الحالة. لا أنا أقول لكم شيء، أنا جيت كلام فهد معيان. أحمد العوض قروب الحالة، قروب أحمد العوض. إيه بس هو الحالة. أحمد العوض. الجروبات حجروب فيه. لا في كذا جروب. في مشكلة في مشكلة. الجروبات الثانية في عندهم متحدث رسمي، في عندهم عضو شرف داعم مادياً، في عندهم ناس يعني يدافعون عن. وعندهم واحد حق تصاميم. في عندهم إيه. وعندهم واحد حق مشاكل. يا سلام. عندهم واحد. وفي والمعلم الكبير مسيطر الوضع. عندهم واحد عرفت يدفهم في الأستاذ ميري يدفهم. صح. سحب مايكاتهم. رد مايكات. بس أحمد العضو الحال. أحمد. أنت مع الجروب الكامل اللي أنت تقول، بس للأسف الجروب مو معك أنت الحال. أتمنى أنك يعني أما تحسن العلاقات ولا والله لا شوف للأمانة شو أنا أقولك العلاقات والله متحسنة، بتكلمك في الصعيد الشخصي. لكن أنا والله يا سعود يمكن أحيانا تبدر المنطقة الرمادية لن تجعلك يعني لن نشوف أحد معك في المبادرات يا أحمد صدق يعني أنا أقولك أنت زي ما قلت أحمد حبيبي أسلم عيش استمتع أحمد قدم مبادراتك اللي جاء معك الله يحييه ولا حب على قولتهم واللي ما جاء معك لا حبين يا حبيبي عيد أصرح تصريح الله يوفق أصرح هذا وصلها على صرح خالق أصرح صرح عندي تصريح أحمد العوض إيه؟ أنا أشوف أنه من أفضل الناس جماهيرية في هذا البرنامج اللي بعده بعشر درجات أوف 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 عشان كذا هم عشان كذا هم يدعمون يا أبو معيان لكن استمر يا أحمد العوض أنا بفتح حساب فانز لك يا شيخ أفضل فانز يا شيخ اي لاك اي لاف يو لك يا فهد إيه اسمع اذا اخوياك ما ينصرونك انا انصرك كفو والله اعطيك تصريح اعطيك تصريح شوف شوف في تصريح ثاني والله تصريح والله كل مداخلات احمد العوض كانت طقطقه ما عدت مداخلته اليوم فلقد لامسنا جرح غائر الحزن إيه فدليل انه ما اخذ وضعيه تكلموا عني انا لا استطيع لا ما اقدر ابيعهم ويخاف احنا اخويا احنا اخويا خذها احنا جروبك ايش رايك تنضم جروبنا عطنا اسم والله جروبنا ترى قوي اي مبادره يا احمد العوض دق علي ولا خلي محمد عيسى يدق علينا بنجي نحضر كلنا تم افكار مبادرات استاذ سعود يعطيك افكار ما عندنا مبادرات ما احمد العوض اي مبادره احنا نسوي تغطيه هنا في خذها كاش يلا راح كفو والله ما تقصرون كفو يلا عيش اسمعني بس ابغى اخذ في عبد الخالق في غيرك احد الحاله ندعمه هذه من ناحيته بقول مشاعر داخليه يعني هي لها يقول سعود والله لا لها دخل بالتمجيد ولا لها دخل اني بدع المثاليه انا كل له شخصيته ولا لا يا سعود طيب نرجع للمداخلات القديمه لاحمد العوض ونسوي مقارنات نعرف يا احمد نسوي مقارنات بين المداخلات ونعرف ان مداخله اليوم احمد العوض كان مختلف جدا وكاننا لمسنا جرح لا بس ما يبغى يتكلم حقك لانك ستحارب بشكل شكرا يا ابو حميد بس بقولك طيب تسمح لي اقول قبل امشي سم الله على دوك انا بقول لك حاجه خذها مني يعني كاحمد والله العظيم أيوة. مستحيل اني اجلس مع احد او اضحك معه وانا شايف يعني منه شيء او انه بقلب لا ممكن اذا بدر شيء لا ما قلنا عنك شيء انت امورك زينه امورك زينه انت قلبك أيوة. نظيف لكن والله طيب من ناحيه من ناحيه من طرف واحد من ناحيه الشباب انا اقول لك من طرف واحد يا احمد ايوه عندنا جروب واحد ايوه احمد اسلم انت حبك من طرف واحد والله بس اعطنا اعطنا يا شباب حبك من طرف واحد الجروب ما يعرف فيها الا الله لكن احنا لنا الظاهر طال عمرك والله بالعكس اني ما اشوف منهم الا كل خير انا اتكلم لك بعض الامور الله يرضى وجهكم شكرا والله يديم المحبه بيني وبينك وبين الجميع وبيني وبينك الله يطول بيني وبينك لكن ما بينك وبين اخوياك والله ما يا اخي احمد ارحب الحين نحبك ومعك لا تشيل هم والله نموت بيكم الله احمد العضو الخامس في اعضاء خذها كاش بالعكس والله العظيم جروب تملكون انه كلهم اخواني وانتم اخواني بالله سمنا جروب سمنا جروب احنا لا جروب خذها كاش ما في شيء ثاني لا نبغى جروب جديد لا نبغى جروب نبغى انه نوضع المهام واحد حق تصاميم واحد يعني صح. هاوش واحد يحطونه كذا سوالف لا خلاص مجرد مجرد انت معك ايش اضمكم معنا جروبنا ايش منهم ابغى جروبك منو جروبك اخواني اخواني لا احنا يا حبيبي احنا ما ننضم لحد احمد عبد الخالق احنا ما ننضم لحد اللي ما ننضم لله دقيقه اخوانه اخوان يوسف عز الله اي والله على قلب يوسف والله حاشا اخوان يوسف اخوان سعود والله العظيم اخوان مصر معك انت اخوان يوسف واني ما اشوف لهم الا كل خير والله الله يوفقك يا احمد الله انا اقول الحق اللي انا شايفه تملق وتذلل اذا صارت مناقشات هذا شيء بسيط عادي من الاخوان احيانا ما يستطيع يا الله يعطيك العافيه يا بعد راس الله شكرا اخوان يوسف هذا الله يديم قوتهم افضل نسخه في القوه كلهم على قلب رجل واحد ما شاء الله تبارك الله الله يبارك فيهم يخليهم البعض الله يخليهم لا يوجد بينهم مشاكل اعطونا عبد الله الروق يا شاب المعلم عبد الله الروق اعطونا اياه
الوزير الوزير, الوزير بطل الفيلم المكسيكي. ما تشوفه مسك الكاب لأنه بطل الفيلم المكسيكي.